السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا بيوم جديد وطريقة جديدة ووصفة جديدة. والنهاردة بأمر الله هنعمل ايه؟ هنعمل البتنجان المخلل والفلفل والطماطم. نبدأ ونسمي بالله ونقول المقادير. معايا بتنجان عايزاه يكون صغير ما يكونش كبير، ومعايا قرنين فلفل اخضر على احمر، معايا ثوم، معايا ملح، معايا طماطم، معايا فلفل هقلي. ونبدأ ونسمي بالله. اول حاجه هحط دول كلهم، تاني حاجه هعمل ايه، همسك البتنجانيه من فوق كده واقوم شايله البتاع بتاعتها بالطريقه دي كده، واقوم ماسكاها من النص وقسمها كده. واحده تاني واقسمها من النص كده. ونسمي بالله. وقطعته كله بالطريقه دي، وادي الزيت سخن معانا. اول ما تلاقي الجنب ده احمر تقومي قلبها على الناحيه التانيه. جاهزة ايه معايا تاني؟ جهزت الفلفل، ودي كده البتنجان اهو. بص عايزة اللون ده كده. اخر حاجة هعملها ايه بقى؟ الفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. مش لازم يغمق. افضل اقلب فيه لان الفلفل على طول بيتحمر. ما سيبوش واروح اعمل حاجه هتيجي تلاقي. ودي هرست الفلفل اهو مع بعض. اعصر عليه نص ليمونه. ابتدي اعمل ايه، افتح البتنجانيه واملاها الفلفل من جوه. بنفس الطريقه كده. والطماطم بكون مقطعاها ترانشات كده وامسكها احشيها اهو كده. اهي نفس الطريقة. بفضل اعمل في قلب البتنجان، افتحها واجيبها من اولها لاخرها بهريسة الفلفل اهو كده. واهم حاجة على النار
يكون البتنجان مستوي، ما طلعوش ني من جوه. بص بصي بصي مستوي ازاي. تيجي تاكلي البتنجان تلاقيه طعم في بقك، انما لو ما استواش كويس هتلاقي البتنجانية نية مش هتعرفي تاكليها. واللي ما بيحبوش حامي، مش عايز الفلفل الحامي فيه، حطي فلفل رومي احمر، ومعاه بردك فلفل رومي اخضر، واطحنيهم مع بعض في الكب. وده هو خلصته كله، معايا ليمونه هاجي في الاخر، واقوم ماشيه كده اعصر عليها كلها. ودي طبقنا اهو بالطريقة الجميلة اهو، ويفتح النفس. فلفل وبتنجان وطماطم، بص الشكل تحفة ازاي. تحطيه جنب اي اكلة يفتح نفسك على طول، وجميل جدا جدا. جربيه بنفس الطريقة دي هيعجبك قوي. لو عجبكم الطبق الجميل ده، طبق المخلل اللي يفتح اي نفس، ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله.